احنا دلوقتي هنخش على طبق الفراخ بصوص الفستق. بعد ما خلصنا طبق السمك، الطبق الثاني عندنا فراخ بصوص الفستق. تقولي المكونات بتاعته؟ مكونات الصدور فراخ فلي هديه، عندي فستق 200 جرام فستق، وعندي بصل، وعندي كوب ونص كريمه لباني، وعندي اوريجانو، وعندي جنزبيل، وعندي معلقتين دقيق للربط، اوكي، وشويه بقدونس للتزيين. اوكي، هنجيب طاسه. هنعمل اول حاجه الفراخ، نحط طاسه على النار عشان نعمل فيها الفراخ. الناحيه الثانيه، اوكي، ديت الطاسه ديت، استني مش مشكله. عايز تفتح اللي هناك ده؟ هنا؟ ماشي. الفراخ مش هعمل فيها حاجه غير ان انا هتبلها بس بشويه ملح وشويه فلفل، عشان انا عايز صوص الفستق يبقى ظاهر قوي مع الاكله. والمفروض ان انت تعملها ب لو في ما فيش فستق تستعمل اي نوع تاني من المكسرات؟ ممكن، ما فيش مشكله، بس هو احنا بنقول ليه صوص الفستق بيدي لون، بيدي بهجه للاكله، لان اللون بيدي بهجه للاكله، فصوص الفستق هيبقى كويس قوي مع الاكله كلون. لكن اقدر طبعا اعوض صوص الفستق، اعمل باي نوع من المكسرات، ما فيش اي مشكله خالص. والصوص هيبقى سهل وبسيط، يعني اي حد يقدر يعمله في البيت. انا هنا بسيح زبدتين عشان انزل بالفراخ بس ستير مع الزبده، مش هعمل اكتر من كده. وبعد كده هركب الصوص على طول في الطاسه الثانيه. وهي ايه ليه دايما الصوصات كلها بتبقى بكريمه؟ مش كل الصوصات بكريمه، يعني هي الكريمه دايما ليه؟ عشان بتفتح الصوص، يبقى عندي صوص عندي فاتح وطعم، يعني كتيست وكتفتيح للصوص. الكريمه بتدي تيست عالي لاي صوص، اكيد طبعا. بس ما تقدرش طول يعني تشغل انتوا طبعا في المطاعم وكده، بس بستعمل كستات بيوت في كأكل بتاع كل يوم يعني. دي حاجه تخن جدا. بالظبط بالظبط، بس كطعم وكتست طبعا بتبقى عاليه. بتبقى عاليه طبعا. انا ممكن اجيب طاسه ثانيه اركب فيها الصوص. لما انا احط مكعب زبده للصوص، مكعب واحد، احنا بس محتاجين الطاسه دي تسخن شويه، تسخن عشان انزل بالفراخ. ما انزلش بيها وهي بارده، او مجرد ما هتسخن هنزل على طول بالفراخ. هنا للصوص احط المكعب الزبده، تسخن في ثانيه. احط بصل، بصلايه مفرومه صغيره، ممكن معلقه شيفرونيه اقلم بيها. احط معلقه دقيق بس كده للربط، بعد البصله ما احمرت او ما دبلت شويه يعني. ممكن انزل بالكريمه بعد كده على طول. هقلب شويه شيفرونيه زي ما انت شايفه كده. عايز سلك؟ ماشي، اوكي. انا عندي اوريدي هنا الطاسه، هنا ابتديت احمر. اقدر انزل بالفراخ. لو ست البيت حابه تشوي الفراخ مفيش مشكله، ممكن تشويها في جريلا، مفيش اي مشكله ابدا. اقدر دلوقتي احط معلقه الجنزبيل، واقدر احط الزعتر، مش هحط زعتر كتير بس يعلي التست معايا شويه. وده بقدونس؟ ده بقدونس في الاخر عشان ازود اللون الاخضر. انا حابب ان انا يبقى لون الصوص طالع اخضر زياده، فانا هحط ازود بس اللون. احنا كمان الفستق اللي بيجي عندنا في البلد يعني ملوش دعوه باللي موجود في حته. اقدر دلوقتي انزل بالفستق واقلب، وزي ما اتفقنا قبل كده اللي انا اقدر اتحكم في كثافه الصوص. الفراخ دلوقتي اقدر ان انا لو في ماسك في عايز مسكه. اتفضل. ميرسي. وانت بتفكه بلبن لو حسيته ان بالظبط؟ افكه بلبن.
وممكن كمان افكه ببيون. لان انا هدوم على الفراخ. صحيح. فاقدر افكه بالبيون. بيون اللي هي بيون الفراخ اللي هي الشوربه. شوربه فراخ اقدر افكه بيها. هتخلي الفراخ بقى ياخد بتاع فيه. ياخد غلوه فيه. انا كده اقدر اشيل الفراخ. شكرا. ما انت معاك في معايا الماسك. هنزل بالفراخ مع الصوص. ليه؟ انا ممكن احط الفراخ اوريدي دلوقتي في الطبق واحط عليها الصوص، لكن انا عايز الفراخ تشرب من الصوص نفسه، ابقى ضامن انها شاربه اوريدي من الصوص. طب والفراخ دي بتقدمها مع ايه؟ بطاطس؟ الفراخ دي ممكن تتقدم مع بطاطس مشويه، بطاطس مقليه، مفيش مشاكل خالص. ممكن تقدم مع رز ابيض. مفيش منها مشاكل خالص. مجرد بس ما ياخد ويدي مع بعض كده يبقلب عندي. هات طبقتين. اجيب الطبقتين.